فقرة كواليس رح تكون هالمرة بكواليس تصوير فيديو كليب دارين حتشيتي. دارين حتشيتي صورت فيديو كليب جديد مع باسم مغنية، كنتوا عم تسألوني كمان عن أخباره لباسم. تم تصوير الفيديو كليب مؤخرا، كاميرا الجرس كانت موجودة لتغطي أجواء وكواليس هيدا الفيديو كليب. كيف كانت الأجواء؟ منتابع سوا بهذا التقرير المصور. نصور بمشمش، منطقة بلبنان حلوة كتير. الكليب هي أغنية خليجية اتعب علي، ألحان عبدالله قعود والكلمات لمنصور البوان. هاي أول مرة بعمل أغنية خليجية. اتعب علي لو تبغي توصل انت لي اعمل عشاني اي شيء اتعب علي. أنا بي أنه أكيد الممثل الكبير عم يمثل معي كمال حلو، كمان بدي أتشكره كتير. هو بيكون بيي بالكليب، هو بيي بيكون اقطاعي بضيعة، وأنا بنعجب بشاب فقير، هو بنعجب فيه، بنحب بعضنا وبنعيش قصة حب، وأكيد بيي بيعرف الخبرية بده يبعدني عنه فما بيقدر، وبالفينال بصير في قصة حب وزواج. أغنية اتعب علي كلامها كتير حلو، أول شيء مفهوم، أغنية خليجية مفهومة يعني بفهموها كل العالم، كان بلبنان كان بمصر، من الخليج تقيل يعني، والألحان كتير حلو. إن شاء الله بكرة وقت تسمعوها أكيد الجمهور كله بيسمعها إن شاء الله تعجبه، بس أنا متفائلة بالخير فيها الأغنية، وإن شاء الله الكليب يعجبكم كمان. باسم حبيت التعامل معه بهذا الكليب لأنه مخرج وممثل، فبيساعدني أكثر يوصل الفكرة كممثل. فيديو كليب لدارين أول تعامل معه، وبنحكي بالكليب عن حقبة زمنية تتراوح بين 1950 و 1960. صبية أرستقراطية معها مصاري كتير، وبتتعرف على شاب من الضيعة بعد ما ترجع بالصيفية على بيتها اللي هو قصر، وبتعيش معه حياته الخاصة اللي بتنزل لعنده على حياته مش هو بيطلع عنده. لحقني اشكي اشكي للقمار، اسهر لي واكتب اكتب لي شعر. انا قليل ما اشتغلت مع نجوم، يعني دريم من الصبايا اللي اصواتهم حلوه واللي انا بطمح انه اشتغل معهم. دارين فاجأتني صراحة، وأنا كنت عم بحكي وياها عم بقول لها أول فنانة بقولها بصراحة بشتغل معها على قد مرتاح، يعني أكيد اشتغلت مع كل مرتاح، بس إنه عندها شيء كتير مميز، سكوتها على الست، ثقتها العمية فينا، وإحساسها على الكاميرا شكل رائع. كنت فكرها غير لحد معين، إنه شوي أتقل على الست، بالعكس طلعت إنسانة كتير فنانة كتير رايقة، كتير متعاونة لآخر درجة يعني، فهذا كتير شيء مريحنا كلنا، أنا وباسم وكل الأكيد. كل مخرج عنده ستيل، هلا في مخرجين بلا أصل، كتير بلا أصل لدرجة يعني ما بنحكي اسمهم حتى على الهواء، ينطبوا ببيتهم، وفي مخرجين كتير اشتغلت معهم، كل واحد عنده ستيل إذا بدك، كل واحد عنده نفس بالشغل. مفروض اتأقلم مع كل واحد، ما في اشتغل مع مخرج مثل ما بشتغل مع غيره من ناحية التكنيك ومن ناحية الشغل، لأنه كل واحد عنده نفسية براسه، عنده اتجاه معين بالشغل، فبتضطر تعملي مثل ماتشنج من راسك لراسه تطلع شغل منيح. ليش دارين؟ لأنه دارين
هي هلا حاليا إيماج شركة رشا شيك في تعاقد بينه وبينها على أي لوكات جديدة أو كليبات أو تصوير أو مهرجانات، حتكون شركة رشا شيك هي اللي ماسكة بالميك اب والشعر. طبعا دارين لأنه كان في تعاون كتير حلو بيننا وبينها، في تفاهم باللوكات، الأشياء الجديدة بتقدمها كان في تواصل بيننا وبينها فيها، والحمد لله هيدا الكليب بعد التعاقد معها على إيماج الشركة أول كليب بنعمله معها إحنا كشركة رشا شيك، وإن شاء الله بالتوفيق. شجعني أكتر تعال معها كتير سهل ودارين من النوع اللي ما بتعارض، يعني بتحب شيء جديد، بتعطيك الحرية، بتعطيك الثقة انك شو تعملي لها، وهذا اللي خلانا انه كشركتنا تكون دارين. طبعا دارين من الفنانات اللي لها حب كتير وجمهور كتير بالكويت وبالخليج. ما أبغي منك نجمتي دارين، هو له قصة انه مود معين قديم من ايام الستينات عم نشتغل عليه لهيدا الكليب، فهيدا الشعر يعني فيه اكثر من فيه اربع لوكات مختلفين بس كلهم بنفس المود. يمكن فؤاد شي بخوف، يعني السيارة عم حس رح تنزل بالوادي، أنا ما بعرف سوق بيتاز، أنا بعرف سوق أوتوماتيك، الله يستر، هي عم تعلم. إذا هيدي كواليس الفيديو كليب لدارين حتشيتي، واضح بأنه الأجواء حلوة، بس المغنية دايما في عنده لمسة حلوة على الفيديو كليبات.